حياكم الله أحبتي المشاهدين بتغطية جديدة ومباشرة من قبل قناة الأيام الفضائية حول عملية طوفان الأقصى، واليوم هو يوم 40 لهذه العملية. وآخر الأخبار تتحدث اليوم عن اقتحام مجمع الشفاء من قبل الكيان الصهيوني، ومع استمرار أكيد تكثيف الغارات وقصف المنازل واستهداف محطات إرسال الاتصالات والإنترنت، وتصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة. إذن محور تغطيتنا اليوم هو عن هذا الموضوع، عن حديث الساعة، عن مجمع الشفاء الطبي، عن هذا المجمع الذي يضم الآلاف من النازحين، وأصبح بما معناه أنه هو مجمع كأنما ملجأ. وأيضا سنتحدث مع ضيوفي الكرام في محور هذه الحلقة مع الدكتور أو الأستاذ حيدر العرب الموسوي، رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك أستاذ. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. وفيما بعد سينضم معي عبر سكايب صالح القزويني، باحث في الشأن الإيراني من طهران، واكيد سينضم معي لاحقا عبر الهاتف الدكتور جواد الهنداوي، رئيس المركز العربي الأوروبي للسياسات من بروكسل. بداية ابتدي معك استاذ حيدر عرب. استاذ، يعني اليوم نشهد تطورات كبيرة في غزة وبما يخص مجمع الشفاء الطبي، لاحظ أن هناك اقتحام من قبل الكيان الصهيوني هذا المجمع، تدمير لبوابات المجمع، نزول يعني استهداف أيضا المستودعات اللي تضم الأجهزة الطبية، المعدات الطبية، الأدوية وغيرها من التفاصيل. شلون تقيم الوضع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدتي الكريمة، لقناتكم، مشاهديكم ومتابعيكم الكرام. أنا أتحدث وأقول أن الكيان الصهيوني الولايات المتحدة الأمريكية قد حقيقة دخلت في وحل وفي مستنقع غزة، وبالتالي هي لن تستطيع الخروج منه إلا بهزيمة مدوية. وبالتالي يحاول الكيان الصهيوني والولايات المتحدة جاهدين تحقيق نصر، حتى وإن كان هذا النصر وهميا، من أجل إقناع أولاً الولايات المتحدة الأمريكية تقنع ناخبها وهم على أبواب انتخابات رئاسية مقبلة على أنهم استطاعوا أن يحققوا نصرا. الكيان الصهيوني وتحديدا نتن ياهو هو أيضا أن يحاول أن يقدم نصرا على أنه استطاع أن يحتل، أن يصل، أن يدمر. وبالتالي الدعاية التي سبقت حقيقة اجتياح مستشفى الشفاء بأن هذا المستشفى تحته ملاجئ وتحته سراديب وأنفاق عديدة، وكذلك يحوي القيادات المهمة لحماس، هنالك مسلحين من حماس أيضا موجودين في هذا المكان. هذه الدعاية التي سبقت هذا الاجتياح هي محاولة لإيهام حقيقة الرأي العالمي والرأي المحلي الصهيوني وكذلك الأمريكي على أن هذه النقطة إذ ما وصل لها الجيش الصهيوني في هذه اللحظة سوف يكون نصرا. وبالتالي أنا أعتقد هذه الممارسات هي أيضا يعني ليست بعيدة عن قضية ممارسات الاستهداف العشوائي لهذه القضية، وإلا لماذا مستشفى الشفاء دون بقية المستشفيات الأخرى؟ مستشفى الشفاء هو قريب من الحدود، حدود غزة وكذلك بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، وبالتالي الوصول له قريب وسهل في هذه القضية. هم يعلمون بشكل حقيقي وقطعي على أنه لا يوجد هنالك حماية من قبل حقيقة المجاهدين، من قبل حماس، وبالتالي الدخول له سوف يكون سهلا ويسيرا في هذه القضية. أيضا لحرص حماس على حياة الأرواح الحقيقة الموجودين والراقدين في المستشفى وكذلك اللاجئين، باعتبار أصبح هذا المستشفى وجميع المستشفيات في قطاع غزة كملاذ آمن للمواطنين الفلسطينيين. وبالتالي حقيقة انسحبوا المقاومين حقيقة المقاومة الإسلامية من أو جعلوا هنالك تواجدا بسيطا للحماية العادية والطبيعية لهذه المشافي ولهذه المستشفيات. وبالتالي على غرار ما ذكرت بأنه لماذا مجمع الشفاء غير بقية المجمعات، هو هم كان هناك استهداف لباقي المستشفيات، لكن من بداية الحرب إلى الآن إحنا ماكو أي مؤتمر للكيان الصهيوني يخلو من أنه الحديث عن مجمع الشفاء. يعني هل مجمع الشفاء هو الهدف الرئيسي؟ يعني هل مثل ما ذكرت أنه يعتقدون أنه هناك هم لا يعتقدون
هم لديهم قناعة راسخة على أنه لا يوجد هنالك شيء في مجمع الشفاء، لكن أرادوا أن يخلقوا هدفاً لهذه العملية العسكرية. ما الهدف الرئيسي بإخضاع غزة أو إنهاء حماس ومقاوميها حقيقة والجهاد الإسلامي أصبح حلم صعب المنال وصعب الوصول إليه، وبالتالي بدأت قوات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تتكبد خسائر كثيرة وكبيرة. نشاهد القتلى مستمر، استهداف العجلات وتحطيمها على أسوار غزة مستمر، وبالتالي تراجع هذا الهدف من احتلال غزة، من نهاية حماس، إلى وضعوا هدفا آخرا من الممكن الوصول إليه، وصوروه على أنه إذا ما وصلوا إلى مستشفى الشفاء ودخلوا واقتحموا مستشفى الشفاء أنهم حققوا نصرا كبيرا في هذه القضية. وبالتالي شاهدناهم عندما اقتحموا المستشفى كيف تعاملوا مع المرضى المصابين نتيجة القصف الصهيوني بشكل لا إنساني، وأيضا هم سوف تخرج لنا الإعلام الغربي مثلما خرجت أكاذيبهم في قضية استهداف الأطفال وحرقهم ونحرهم، الآن سوف تخرج أكاذيبهم الآن بعد أنهم لن يجدوا شيء، لا أنفاق ولا حماس ولا غيرها. أستاذ حيدر، شلون نقدر يعني يتم تكذيب هذه الأقاويل والروايات؟ لأن كيان الصهيوني دا يرسم روايات حسب ما يراه مناسبا له، بالتالي مثل ما ذكرنا أنه هو ما موجود هيك شيء أنه أكو للمقاومة أو أكو هناك، يعني هذا مركز الشفاء هو المركز الأساسي للغزة، فبالتالي شلون إحنا نقدر نوصل رسالة أو يتم تكذيب هذه الأقاويل؟ لأن مثل ما ذكرت أنه باقتحام المستشفى أو المجمع يعتبر أنه نصر للكيان، هل فعلا يعني هيك يتم ترجمته؟ شوفي، أولا الولايات المتحدة الكيان الصهيوني هم يحاولون أن يعتمدوا على الأكاذيب، كذب ثم كذب إلى أن يصدقك الناس. نعم. وبالتالي هذه القاعدة التي يبنى عليها الإنجازات، إنجازات الكيان وإنجازات أمريكا، وبالتالي جميع الأكاذيب التي تحدثوا عنها تم كشفها. أنا في لقاء سابق تحدث، نعم، قلت أنه محور المقاومة وإعلام محور المقاومة استطاع أيضا في هذه المنازلة أن يهزم الكيان ويهزم حقيقة من يدافع عنه ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد هنالك نقاط جدا مهمة سوف يكشفها الإعلام المقاوم. من ثم هنالك نقطة أساسية باعتبار بعد دخولهم العالم سوف يطالبهم بما ادعوا. مثلما فشلوا في قضية الأطفال وحرقهم عندما طالبوهم أين الجثث التي تم حرقها أو التي تم قطع رؤوسها، أين الصور في هذا الموضوع؟ لم تجد هنالك لا جثث ولا صور لهذه القضية. نفس القضية الآن في مستشفى الشفاء، عندما يحاول الإعلام أن يرى حقيقة ما ادعوا فيه في هذه القضية لن يستطيعوا أن يقدموا لهم شيء، وبالتالي سوف تنتهي هذه الأكذوبة. لكن قلت لك أنها محاولة لاسترضاء الداخل الصهيوني باعتبار هنالك نقمة، ونقمة كبيرة جدا. أولا الخسارة المادية الكبيرة التي حقيقة عبرت العشرات المليارات في هذه القضية. حدث عن هذه الخسائر وهذه النقاط، لكن ينضم معي الآن عبر سكايب أستاذ صالح القزويني الباحث في الشأن الإيراني من طهران. أهلا وسهلا بك أستاذ. حياكم الله، مرحبا بك يا أختي الكريمة وبضيفيك وبكل المشاهدين والكادر. اهلا وسهلا بك استاذ. استاذ، اليوم نتحدث عن حديث الساعه عن اقتحام مجمع الشفاء من قبل الكيان الصهيوني، اين تتجه المعركه بعد هذا الاقتحام برايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد انه هذا نوع من التخبط، لنقل باصطلاح الاسرائيليين دايخين، يعني دايخين انه كل هالقنابل التي ألقوها على رؤوس الأبرياء على غزة، أكثر من 6,000 أو 10,000 طن من القنابل، مع ذلك المقاومة الفلسطينية تسدد يوم بعد آخر الكثير من الضربات، الكثير من الصواريخ، واستهداف مباشر للآليات والدبابات. نعم. الإسرائيلية، فهم حياة، يعني ما الذي يفعله الفلسطينيون؟ أين هي المقاومة الفلسطينية؟ لذلك فإنهم يبحثون عن المقاومة في كل مكان، في كل حد، في كل الصوب، ولا يجدون المقاومة.
لأنهم أعلنوا منذ اليوم الأول، أعلنوا أن هدفهم الرئيسي هو القضاء على المقاومة الفلسطينية، القضاء على حماس، وكذلك إطلاق سراح الأسرى. هذان الهدفان لم يتحققا حتى الآن، يعني لم تصل القوات الإسرائيلية إلى أي خطوة، ولم تنجح في الاقتراب من هذين الهدفين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الفشل الذريع. اليوم اقتحموا مجمع الشفاء الطبي بذريعة أن فيه أسلحة وفيه أسرى وفيه مقاومين وفيه مداخل الأنفاق إلى سائر المناطق، ولكن حتى الآن حتى باعترافهم هم قالوا أننا لم نحصل على شيء في المجمع. أعتقد أنه هم يتخبطون وهم يتحركون نحو من فشل إلى فشل آخر، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قوة الخطط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية، حركة حماس وكذلك الجهاد الإسلامي. قبل قليل رأينا أن المقاومة أطلقت صواريخ على عسقلان، نعم، وقبل دقائق أطلقت صواريخ على سديروت، وكذلك هي تستهدف الآليات الموجودة عند حدود غزة. من أين تأتي هذه القوى؟ من أين يأتي هؤلاء المقاومون؟ أعتقد أنه هذه كبيرة على الإسرائيليين. هذا الفشل الذريع ربما لم يصل الإسرائيليون إلى هذا النوع من الفشل. طيب أستاذ صالح، بعد 40 يوم من الاقتحام، بعد 40 يوم من العملية، لم يحققوا أي شيء سوى المزيد من القتل، والقتل ليس انتصار بتاتا. نعم أستاذ صالح، اليوم تم تصريح من قبل وزير الخارجية الإيراني بأنه اليوم يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة وعاجلة حتى يتم إيقاف العدوان على غزة. ما هذه الخطوات برأيك؟ إيران منذ اليوم الأول لهذا العدوان وهي تسعى من أجل بلورة رأي عام عالمي، رأي عام للمجتمع الدولي ضد هذا العدوان. أنا أعتقد أنه لا نقول أنها أن الذي نشهده اليوم في العالم من مسيرات من تظاهرات هو بدفع إيراني أو غير إيراني، ولكن ما يتحقق حاليا في الرأي العام العالمي في المجتمع الدولي أعتقد أنه يصب في صالح التصريحات الإيرانية، سوى أنه إيران تريد أفعال وليست أقوال. إيران لا تكتفي بأن نندد ونشجب ونعترض وننتقد وغير ذلك. إيران، وهذا ما تحدث به السيد رئيسي في القمة العربية الإسلامية في الرياض، قال نحن نريد أفعال، لا يكفي أنه نندد ونشجب ونستنكر، وإنما علينا القيام بخطوات عملية من أجل إيقاف هذا العدوان. طيب ما هذه الخطوات؟ العرب، نعم، ما هذه الخطوات برأيك؟ شنو الخطوات اللي ممكن يتبعها ومن اللي عليها؟ أعلنتها إيران في السيد رئيسي في القمة. من بينها قضية مثلا الضغط، استخدام أوراق الضغط على إسرائيل، من ضمنها تشكيل لجنة لفتح المعابر وخاصة معبر رفح، وكذلك الحال ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل، وأيضا قطع العلاقات، قطع العلاقات الإسلامية، الدول الإسلامية مع إسرائيل، وإيقاف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. هناك العديد من الخطوات، هناك العديد من الأوراق التي يمكن للعالم أن يستخدمها ضد الكيان الصهيوني، ولكن للأسف الشديد لا يستخدمها، ربما لأن ما هو السبب لا تقتضي ذلك.
قلت ربما مصالحهم ربما يخضعون للضغوط الأمريكية، يعني بلا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوط شديدة على الدول التي يعني سواء تدعم المقاومة الفلسطينية أو التي تضغط على إسرائيل. بالتالي هذه الدول لا يمكنها أن تثق بوجه الولايات المتحدة أو بعض الدول الغربية. نرى أنه يهددون هذه الدول وبكل وقاحة أنكم إذا استخدمتم أي ورقة ضد الكيان الصهيوني فإننا نقطع علاقات. نعم ربما سمعتم، ربما تابعتم التهديدات التي أطلق الأمريكيون نعم ضد العراق لمجرد أن تحركت المقاومة العراقية ضد المصالح نعم الأمريكية استهدفت القوات الأمريكية. هذا طيب المنطق يستخدم الأمريكان ضد كل الدول التي تتمرد على السياسة الأمريكية أو التي تحاول أن تضغط على الكيان. طيب استاذ صالح، انتقل لضيفي الكريم استاذ حيدر العرب. استاذ حيدر، يعني ذكر استاذ صالح عن يجب ممارسه الضغوطات وانه يجب ان نضغط على الكيان الصهيوني، لكن الان الكيان الصهيوني يضغط على بعض الدول عن طريق عبر عدم فتح العفو معابر ودخول مساعدات وغيرها من الامور. كيف ممكن انه الدول تضغط على الكيان حتى يتم ايقاف العدوان على غزه برايك؟ علينا أن نفهم نقطة أساسية، أنه الكيان الصهيوني هو أحد أدوات الولايات المتحدة الأمريكية نعم لتطبيق أجندات معينة في منطقة غرب آسيا أو حسب ما يسموها منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هنالك سياسة للولايات المتحدة الأمريكية شرق أوسط جديد. هذه البيانات أو هذه الرغبة وهذه الخطة يحاولون أن يطبقوها بشتى الوسائل. هذه البلدان وتحديدا العربية التي ذهبت للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هل ذهبت بطلب من الكيان الصهيوني أم بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. إذن هي ذهبت بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تستخدم نفوذها بشكل كبير جدا على البلدان العربية والإسلامية التي لا تستطيع أن يكون لها موقفا واضحا وموقفا شجاعا بهذه القضية. أوراق الضغوط تحدثوا عنها الرؤساء في قضية في الاجتماع العربي الإسلامي في الرياض، عندما قالوا من أهم هذه النقاط هو النقطة حقيقة الجانب الاقتصادي. الآن الكيان الصهيوني يتعرض إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وبالتالي إذا ما استثمرنا هذه النقطة وكان هنالك تلويح حتى ليس بالضرورة تطبيقها، تلويح من هذه البلدان بمنع تصدير أو إيقاف تصدير النفط في منطقة غرب آسيا وتحديدا منطقة الخليج العربي على ضفتي الخليج. وبالتالي أنا أعتقد هذه النقطة سوف تكون نقطة مؤثرة جدا، سوف ترفع أسعار النفط الغاز في العالم. شاهدنا تأثير أنبوب نفط روسيا في أوروبا كيف أثر بشكل كبير جدا في هذه القضية. إذ ما أضفنا له هذه المنطقة أنا أعتقد سوف تكون ورقة مؤثرة جدا، باعتبار ارتفاع أسعار الطاقة في العالم سوف يؤثر وسوف يكون هنالك ضغطا على الولايات المتحدة بضرورة، وهذا الضغط سوف يأتي أولا من حلفاء أمريكا في أوروبا وغير أوروبا، وبالتالي سوف يولد هذا الضغط ضغطا آخرا على الكيان الصهيوني من أجل إيقاف حقيقة آلة القتل على أقل تقدير في هذا الموضوع. طيب إذن هذه النقطة من يمتلكها؟ هل تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية أم الكيان الصهيوني كورقة ضغط عالمية في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد هذه الورقة تمتلكها البلدان العربية والبلدان الإسلامية إذ ما استخدمت استخداما حقيقيا في هذه المعركة، وأيضا هي استخدمت في عام 73 وكان لها نجاح كبير جدا في هذا الموضوع. إذن لماذا لا تستخدم الآن؟ إذن هنالك عدم استخدامها، هنالك خنوع، هنالك جبن، هنالك تراجع من هذه البلدان التي تمتلك هذه الطاقة وهذه القوة. شاهدنا حقيقة ما الذي حدث للعراق أو اليمن برأيك؟ عندما لا ما الذي حدث للعراق أو اليمن أو لبنان عندما دخلوا المعركة، وهذا ما تحدثت به المقاومة ومحور المقاومة، هم الآن مشاركين وداخلين بالمعركة بشكل فعلي. عندما تستهدف القواعد الأمريكية أو عندما تستهدف إسرائيل بشكل مباشر بصواريخ باليستية يمنية، إذن هذا دخول للمعركة بشكل واضح. ما الذي حدث لهذه البلدان؟ هل تبخرت؟ هل انتهت؟ إذن
نحن نحتاج حقيقة إلى الشجاعة الحقيقية لاستخدام هذا السلاح، السلاح الاقتصادي المؤثر الذي تحاول هذه البلدان أيضا أن تستخدمه. الكيان الصهيوني للولايات المتحدة الأمريكية عندما تمنع دخول المساعدات إلى غزة أيضا هي أسلوب من أساليب المعركة، باعتبار أيضا محاولة التجويع والحصار لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة أيضا هي أحد النقاط التي تؤثر أو يحاول أن يؤثر بها على المقاومة من أجل أن تتراجع هذه المقاومة عن مواقفها الجهادية الحقيقية القوية. وبالتالي حقيقة هنالك بعض الرؤساء الذي سمعنا كلماتهم إذ ما كان في مؤتمر القمة للسلام أو المؤتمر العربي الإسلامي في الرياض، كانت كلمات شجاعة، نذكر منها كلمة السيد رئيس الوزراء العراقي، كذلك كلمة السيد رئيسي عندما خلى هنالك نقاط عدة لمشروع التفاوض أو مشروع الضغط على العالم تحديدا بشكل عام وتحديدا وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية والربيع. نعم، واليوم أيضا وزير الخارجية الإيراني أكد هذه الخطوات وأكد أنه يجب أنه نتبع هذه الخطوات حتى يتم إيقاف العدوان على إسرائيل. زين دكتور أستاذ حيدر، يعني سمعنا اليوم أخبار تتداول عن هناك معارضة داخل إدارة بايدن تضغط عليه حتى يتم إيقاف الحرب على قطاع غزة. زين إيش قد ممكن يكون حجم التأثير؟ ممكن يأثرون على بايدن؟ ممكن نشهد في الأيام المقبلة أنه يتم إيقاف هذه الحرب بتأثير من هذه المعارضة؟ ما أعتقد هو هذا الذي تحدثنا فيه قبل قليل، عندما يحاول بايدن أو نتنياهو تحقيق نصر حتى وإن كان هذا النصر وهمي، هو في قضية أنه إسكات هذه المعارضة. شاهدنا قبل فترة كان هنالك أكثر من 55 نائب ديمقراطي وقعوا حق على مذكرة بضرورة فرض على بايدن أن يوقف هذه الحرب أو إقالة بايدن بهذه القضية، وبالتالي هذا تأثير كبير. هنالك خسارة للديمقراطي في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وهذه تراجع لحقيقة شعبية الحزب. وبالتالي أنا أعتقد أن بايدن الآن في وضع محرج كبير جدا، هنالك ضغط داخلي لربما يستثمره الجمهوريين في هذه القضية والحقيقة الانتخابات على الأبواب. أيضا هنالك موقف سلبي من بعض القيادات الموجودة في الحزب الديمقراطي في هذه الموضوع وفي هذه القضية. إذن أنا أعتقد أنه الداخل الأمريكي بدأ يولد ضغطا كبيرا على بايدن، يحاول أن يهرب بايدن إلى الأمام في هذه القضية لتحقيق النصر حتى وإن كان هذا النصر وهمي من أجل إسكات هذه الأصوات. نعم التأثير الداخلي الأمريكي أصبح كبير ومؤثر جدا، شاهدنا قبل أيام تظاهرة وهذه التظاهرة حقيقة مليونية في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك التظاهرات في أوروبا. جميع هذه المواقف تؤثر بشكل واضح وبشكل كبير على المواقف للولايات المتحدة الأمريكية. يعني نلاحظ مظاهرات عالم وجميع الدول والشعوب تقوم بهذه المظاهرات، لكن احنا نحتاج موقف حقيقي، موقف جاد، موقف انه يتم من خلاله انه ايقاف هذه الحرب بالكامل. اليوم يتم الحديث عن الهدنة وفقط نسمع عن هذه الهدنة لكن دون تطبيقها على ارض الواقع. انتقل لاستاذ صالح القزويني. استاذ صالح، ماذا عن الهدنة؟ هل سنشهد في الساعات المقبلة هدنة، اعلان عن هذه الهدنة ممكن؟ اعتقد انه الكيان الصهيوني سيخضع، يعني سيخضع لشروط المقاومة الفلسطينية، لأنه ليس هناك أي حل. يعني هو استخدم القصف كما رأينا بوحشية مطلقة، واليوم يعني دخل اجتاح الأراضي غزة وتوغل فيها ومع ذلك لم يحقق شيء. فبالتالي ليس أمامه إلا الهدنة والاتفاق مع يعني حركة حماس في إيجاد حل لهذه المأساة، لأنه كما تعلمون أن الكيان الصهيوني يستنزف، يعني كما تحدث سماحة السيد وقال إنهم يألمون كما تألمون، يعني لا نتصور أنه الفلسطينيين وحدهم يألمون، لا، الإسرائيليون أيضا يألمون، بل يتكبدون خسائر فادحة للغاية. استنزاف قدراتهم هذا بحد ذاته ألم كبير وخسارة كبيرة للكيان الصهيوني.
ولكن أنا أعتقد أنه المعركة ليست فقط معركة إسرائيلية، وإنما المعركة معركة أمريكية بالدرجة الأولى. نعم. تعلمون أنه الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، خاصة في هذه السنة الأخيرة، بدأت تفقد نفوذها في المنطقة. بدأت بعض الدول حتى المتحالفة معها، يعني الحليفة معها، بدأت تتمرد عليها، وبدأت تذهب إلى خصوم الولايات المتحدة الأمريكية وتبرم اتفاقيات مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول لهذه الدول وللمنطقة وللعالم، تريد أن تقول أنني لازلت قوية، لازلت أتمتع بذات القوة التي كنت عليها، وبإمكاني أن أدمر كل شيء، ولدي هذه الصواريخ، ولدي هذه القنابل التي تفتك بالبشر، التي تفتك بكل شيء في أي منطقة. وبالتالي كل من يفكر بالخروج عن ولايته، الخروج عن تحالفه، عليه أن يضع في حسبانه أنه يمكن أن يلاقي نفس المصير الذي يلاقيه أهالي غزة. من هنا أعتقد أنه أيضا الولايات المتحدة شريكة أساسية في هذه المجازر وفي هذه الجرائم، وبالتالي لا ينبغي التعويل عليها. وأعتقد أن ما تقوم به المقاومة العراقية فإنها تصيب كبد الحقيقة، وإنها يعني تستهدف الشريك الرئيسي في هذا العدوان، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في العراق أو في سوريا. لأنه لولا أمريكا لما كان الكيان الصهيوني إلى هذا اليوم يقاوم ويقصف ويقتل. هناك دعم من أمريكا. نعم، هناك دعم كامل من أمريكا لإسرائيل باستمرار هذه الحرب. طيب استاذ، في كل شيء هناك مذكره داخليه معارضه في وزاره الخارجيه الامريكيه تتهم الرئيس الامريكي بنشر معلومات مضلله حول الحرب. كيف تقرا وتشخص هذه، انه حجم هذه المعارضه؟ احنا تحدثنا انا واستاذ حيدر عن هذا الموضوع، قراءتك لهذه المعارضه. معظم المعلومات التي ينشرها الكيان الصهيوني او الولايات المتحده الامريكيه معظمها كاذبة. يعني تتصورون أنه ما يتحدث به الكيان الصهيوني عن مقتل شخصين، يعني كل يوم يعلن قتل اثنين من الجنود الإسرائيليين في غزة، وتم إعطاب عدد من الآليات في غزة. هل هذا حقيقي؟ هل هذا الكلام كلام حقيقي؟ اليوم يعني أكثر من 20 دبابة إسرائيلية دمرت ودمرها المقاتلون الفلسطينيون فقط في هذا، من خلال هذا الاجتياح، اجتياح غزة. بالتالي هذه المعلومات معلومات كاذبة. الولايات المتحدة شريك أساسي، وهي وإذا خسرت إسرائيل ففي الحقيقة هي الخاسر الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا كانوا غير قادرين على السيطرة على هذه المنطقة وإعادة احتلالها، فبالتالي هذه هزيمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني. ثم حتى لو سيطروا على كل غزة، حتى لو اجتاحوا كل غزة، هل بإمكانهم أن يقولوا أننا قضينا على المقاومة؟ بالتأكيد كلا. نعم. هل تمكنوا من القضاء على المقاومة في الضفة الغربية حتى يقولوا تمكننا من القضاء؟ طيب أستاذ، على ذكر الضفة الغربية، أستاذ، هل على ذكر الضفة الغربية، هل تدخل الضفة الغربية مع المقاومة على خط المواجهة بقوة؟ هل سنشهد دخولها بهذه المواجهة؟ السؤال لي أستاذ، أتحدث عن الضفة الغربية، ذكرت الضفة الغربية ودخول يعني إسنادها ويا المقاومة أيضا، هل تدخل هذه الضفة الغربية مع المقاومة على خط المواجهة بقوة؟ سنشهد الآن هذه الآن هي داخلة بقوة مع المقاومة. يعني لا يمر يوم إلا ونرى اقتحامات الكيان الصهيوني للقوات الإسرائيلية لجنين وطول كرم ومعظم مدن الضفة الغربية. وللأسف الشديد لولا يعني تخاذل السلطة الفلسطينية، ولولا
تعاون السلطة الفلسطينية مع الإسرائيليين، لكانت الضفة الغربية وأبطال الضفة الغربية حققوا إنجازات باهرة، حققوا مكاسب عظيمة، خاصة أن هؤلاء الغريب في القضية أن هؤلاء يدافعون عن السلطة الفلسطينية، هؤلاء يدافعون عن استقلال وسيادة السلطة الفلسطينية. يعني مجرد أن القوات الإسرائيلية تقتحم أي مدينة، هؤلاء يتصدون لها ويقومون باستهدافها. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنهم يحافظون على سيادة السلطة الفلسطينية ويحافظون على استقلال المدن الضفة الغربية. ولكن للأسف الشديد، بدل أن تقوم السلطة بدعمهم وتقوم بحمايتهم، نرى أنها توشي بهم، نرى أنه أحيانا تطاردهم، تعتقلهم للأسف الشديد. لو اتيح المجال بالكامل للسلطة للمقاومة في الضفة لرأيتم العجب الكثير. ومع ذلك نحن نرى أنه مواجهات مستمرة يوميا ضد الكيان الصهيوني وقوات الكيان الصهيوني التي تقتحم مدن الضفة الغربية. أستاذ، اليوم أنتقل الآن مع ضيفي الكريم الذي ينضم معي عبر الهاتف، الدكتور جواد الهنداوي، رئيس المركز العربي الأوروبي للسياسة من بروكسل. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، اليوم نتحدث عن استهداف مجمع الشفاء الطبي ومن قبل الكيان الصهيوني وبطريقة وحشية، ودا نسمع كل دقيقة عن أخبار عن إعدام يعني عوائل، عن عدم منع خروج أي شخص من هذا المجمع، يعني تفاصيل كثيرة وعديدة. شلون تقيم الوضع الآن في غزة؟ للأسف الشديد أنا أعتقد أنه الصهيونية تنجب من جديد نازية في غزة. هذه المرة الثانية التي يشهد العالم النازية، الأولى في 1935 في ألمانيا، والتي كانت بسبب الصهيونية قد نفذت في ألمانيا، ولكن الصهيونية كانوا خلفها. الصهيونية مثل ما تعرفين تأسست 1895، وهدفها الأساسي هو تقويض المجتمع الإنساني وتقويض القيم الإنسانية ونشر الحروب والفتن، والحروب التي شهدها العالم هي من خلفها الصهيونية. وها نحن نشهد اليوم الصهيونية الجديدة في غزة. هذه جرائم لم تحدث ولم تحصل من قبل للأسف الشديد، وللأسف الشديد تحصل في منطقتنا وبين دولنا العربية. وهذه وهذا استخفاف وسخرية بالعرب صراحة. نعم. للأسف الشديد، لا سيما بعد موقفهم الخجول والمتهادم مع هذه الجرائم في القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض. للأسف الشديد هذه الانتصارات التي تحققت في طوفان الأقصى، والتي أهانت الجيش الإسرائيلي، الجيش الذي لا يهزم، والانتصارات الأخرى المعنوية والسياسية التي كشفت الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني وإسرائيل ومن خلفها أمريكا والدول الغربية. هذه الانتصارات كلها للأسف الشديد تقابلها روح انهزامية من بعض الدول العربية، لا كل الدول العربية، ولكن للأسف الشديد من بعضها، وهي معروفة، وهذا ديدنها منذ ما تأسست حديثا للأسف الشديد. فلذلك نحن نعول كثيرا على صمود أهل غزة، وعلى أن يكون الجيش الإسرائيلي وآلياته في وحل غزة، ونأمل من الله الانتصار القريب إن شاء الله. نعم أستاذ، يعني أو دكتور جواد، يعني اليوم غزة برهنت للعالم مدى قوتها وصمودها بوجه هذا الكيان، على الرغم من هذه الضغوطات اللي يمارسها الكيان الصهيوني، على الرغم من هذه الإبادة الجماعية التي يقوم بها. قبل قليل أعلن مدير مستشفيات في غزة أكد أنه يتم التواصل مع الجانب المصري قبل 5 أيام، وإلى الآن لم يتم الرد من قبل الجانب المصري على موضوع أنه التنسيق لدخول أطفال الخدج لمصر. لماذا هذا الرفض أو ما أي رد من قبل الجانب المصري؟ كيف تترجم هذا الموضوع؟
إسرائيل تحاول أن تحقق أي إنجاز ولو وهمي من بعد مرور أكثر من شهر على معاركها، وتحاول أن تعلل نفسها في تحقيق انتصار، وتعلن للمستوطنين ولليهود والصهاينة في إسرائيل الانتصار اللي تزعم في تحقيقه أو تنوي تحقيقه. وللأسف المواقف العربية مثل ما ذكرت مواقف مخزية وغير مشجعة ومتهادنة مع العدوان الإسرائيلي. وأنا أعتقد أنه الشعب المصري أو الشعوب العربية كلها متضامنة مع غزة ومتضامنة مع القضية الفلسطينية، وخاصة في الوقت الحاضر. وأكاد أقول أنه شعوب العالم كلها متضامنة مع الحق الفلسطيني. نعم. وما نشاهده من تظاهرات في العالم، في جميع دول العالم وليس في عواصم العالم، في جميع دول العالم مظاهرات مليونية، هي تعبير ليس فقط عن تضامنهم مع الفلسطينيين، وتعبير ليس فقط عن تنديدهم للهجمات الوحشية الإجرامية الإسرائيلية، وإنما أيضا تعبير عن جزعهم وعن سأمهم من الصهيونية. لأنه هذه الصهيونية هي أيضا كابوس على هذه المجتمعات الأوروبية صراحة. ولذلك أنا أرى التضحيات في غزة والانتصارات التي تحققت في غزة هي حررت هذه شعوب العالم من 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 طغيان ومن استبداد الهيمنة الصهيونية الاقتصادية والسياسية والنقدية اللي تسود العالم صراحة. فلذلك هذه التظاهرات هي في الحقيقة أيضا. طبعا انقطع الاتصال مع دكتور جواد الهنداوي، أكيد نشكره ونشكر دكتور جواد الهنداوي لانضمامه معنا رئيس المركز العربي الأوروبي للسياسات من بروكسل. أعود إلى ضيفي الكريم أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، تحدثنا عن المساعدات وعن مدير المستشفيات أعلن أنه مصر لم تستجيب، يعني هل فعلا الكيان الصهيوني يضغط بهذه القوة أنه حتى ما يتم فتح المعبر، عدم دخول المساعدات، زين شلون يعني إلى متى يظل الوضع على ما هو عليه؟ قلت لك قبل قليل هنالك ضعف، وضعف واضح من البلدان العربية وتحديدا مصر، وإلا إذ ما توجهت هذه البلدان العربية بخطوة. أولا هذه البلدان التي طبعت مع الكيان الصهيوني تقطع هذه العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع هذا الكيان، لربما ولدت ضغطا على الكيان الصهيوني من أجل على أقل تقدير إدخال هذه المساعدات الإنسانية. مصر تربطها علاقات وهذا واضح جدا. حتى عندما تسنم الإخوان المسلمين الرئاسة في مصر لم تقطع هذه العلاقات، على الرغم توجههم السلفي وباعتبارهم أيضا حزب إسلامي بما صح التعبير في هذه القضية، لم تقطع. وكانوا يتحدثون على رئيس وزراء إسرائيل على أنه الأخ القريب والمقرب. إذن أين هذه العلاقات وهذه المودة ما بين مصر وإسرائيل؟ لماذا لا تستخدم الآن؟ إذن الإشارة واضحة على أن هذه البلدان خاضعة وخائنة خاضعة وخائنة حقيقة للقضية الفلسطينية. وإلا ما الذي يوقف مصر لحد الآن عن عدم إرسالها أو إدخال هذه المساعدات؟ بالأمس كنا نتحدث مع أحد الأخوة في الحكومة العراقية، قال تم إرسال مساعدات من العراق ومساعدات كبيرة جدا قد وصلت العريش، لكن هل سمح لها أن تدخل إلى الكيان أو الأراضي الفلسطينية في غزة؟ هنالك تبرعات حقيقة من كثير من البلدان العربية والإسلامية، هل دخلت لحد هذه اللحظة؟ لا تزال تنتظر هذه القضية. قلت لك لو كان هنالك ضغطا من هذه البلدان على أقل تقدير التي لديها علاقات بسحب السفارة أو طرد السفير الإسرائيلي، قطع العلاقات، التهديد بالمقاطعة الاقتصادية والسياسية مع الكيان الصهيوني، وبالتالي إرجاع القضية مع الكيان الصهيوني إلى نقطة صفر عندما كانوا يحاولون أن يكون هنالك تطبيعا، ولربما كانت الرغبة عندما تذهب السعودية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا ما تحدثوا به الصهاينة على أن العرب والمسلمين
بأغلبهم سوف يذهبون إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي سوف تبقى بلدان قليلة، وهم بإشارة واضحة إلى محور المقاومة، وبالتالي يسهل قضية تطويقهم أو محاربتهم بهذه القضية. طيب. أنا أعتقد لحد هذه اللحظة المواقف العربية هي مواقف ضعيفة جدا إلى أبعد الحدود، وبالتالي نشاهد عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. يعني أستاذ حيدر، هذه المشاهد وهذه إبادة جماعية وهذه الجثث والأطفال، يعني هذه لم تحرك الضمير؟ يعني لم يقوموا بهذه الوحدة والاتحاد من أجل أنه يتم حل هذا الموضوع؟ يعني إحنا دنشاهد مجازر، دنشاهد يعني مشاهد جدا مرعبة وجدا يعني أنه دتألم جميع الشعوب، لكن هذا الشيء ما يحرك ضمير الحكومات؟ شوفي، لو كان هنالك ضميرا حيا حقيقيا لا تحرك، وبالتالي أنا أعتقد هذه البلدان ضمائرها قد ماتت، ونحن نتحدث عن الحكومات لا نتحدث عن الشعوب. نعم. تحديدا في هذه القضية، بل ذهبت بعض البلدان وللأسف حقيقة ليست لا هي بلدان متحالفة مع الكيان ولا هي بلدان أوروبية ولا هي مثلا بلدان غير مسلمة، بلدان عربية مسلمة تعتبر القضية الفلسطينية القضية المحورية لها، تتحدث وبشكل معلن على أنه يابا ترى حماس والله موتونا، خلي يقضون على حماس وتنتهي بهذا حقيقة التعبير عفوا وعذرا، لكن هذا لسان حالهم بدأ يتحدث وبدأوا لا يستحون حقيقة من هذه الجمل، يخرجون بالفضائيات ويتحدثون، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، بدأوا يصفون حماس على أنها منظمة إرهابية يجب القضاء عليها وتحرير الفلسطينيين من سطوتها. وبالتالي من يتحدث بهذه العقلية وبهذه الكيفية ماذا تنتظرين منه أن يفعل أو أن يقدم للقضية الفلسطينية وعن الحرب الدائرة الآن في غزة؟ طيب هنالك من ذهب عفوا هنالك من ذهب أبعد، نشاهد ونتابع ماذا تقوم به الإمارات من فتح خط جوي لإرسال المساعدات لمن؟ للكيان الصهيوني، ترسل الطائرات المقاتلة لتقصف من؟ أخوتهم العرب المسلمون في غزة، وبالتالي من يشارك بهذه الصور المأساوية؟ هناك أيادي، للأسف أيادي عربية تشارك بهذه المأساة التي نشاهدها تحدث الآن في غزة. طيب أستاذ حيدر، يعني ننتقل إلى أستاذ صالح. أستاذ صالح، اليوم الخارجية اليمنية تدعو الدول العربية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالب شعوبها بتفعيل المقاطعة الاقتصادية، هل ممكن نشهد استجابة لهذه الدعوة؟ هل ممكن هناك دول ستعمل بهذه المقاطعة وتقطع أي تعامل مع الاقتصاد؟ تفضل. يعني دعيني أن أضيء على هذه القضية، البعض يتصور أنه وجود مثل هذا الأمر، يعني قضية مقاطعة إسرائيل وكذلك يعني ممارسة الضغوط على إسرائيل يعني يكبد الدول العربية والدول الإسلامية الكثير من الخسائر وغير ذلك. أنا أعتقد ليس كذلك، الدول العربية والإسلامية لو استخدمت مثل هذا الأسلوب، أسلوب المقاطعة، أسلوب ممارسة الضغوط سواء سياسية أو اقتصادية أو أي ضغوط أخرى ضد الكيان الصهيوني أو حتى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك يعد عامل من عوامل يعني استقرار هذه الحكومات. هذه الحكومات تبدأ يعني يبدأ الغرب، تبدأ الكيان الإسرائيلي يحترم هذه الحكومات. نعم. لو استخدمت هذا مثل هذه العوامل، ولكن للأسف الشديد يعني مجرد أنه يقال أنه سوف تتكبدون الخسائر وسوف تمارس ضدكم الضغوط، للأسف الشديد يتراجعون عن ممارسة مثل هذه الأوراق. نعم. بينما مثل استخدام مثل هذه الأوراق أنا أعتقد يكسب الدول العربية نوع من القوة، نوع من الاستقلالية، نوع من الاعتماد على النفس في مواجهة وفي تحقيق ما يريدونه. يعني أنت عندما يطلب منك المحتل شيئا ولا ترضخ له، بالتأكيد أنه سوف يحترمك وبالتأكيد أنه سوف يقايضك. يعني
إسرائيل عندما لا تجد من يعارضها، بالتأكيد أنها تفرض المزيد من الشروط، تفرض المزيد من الضغوط على الدول العربية. بينما إذا فرضت الدول العربية على إسرائيل وعلى غير إسرائيل نوع من الشروط، بالتأكيد أنها سوف تتراجع، بالتأكيد أنها سوف تحترم رأي وموقف هذه الدول. بالتالي يعني استخدام أوراق الضغط أنا أعتقد هو مكسب للدول العربية، مكسب لتلك الدول التي تريد أن تحتفظ إذن بقوتها. إذن أستاذ صالح، نعم أستاذ صالح، طبعا الآن إحنا نتمنى أن يكون هناك موقف موحد من جميع الحكومات، من جميع الدول. محتاجة غزة الآن القوة والصمود، محتاجة أنه يكون هناك ضمير واعي ويصحى ضمير بعض الحكومات على هذه المشاهد اللي نشاهدها كل يوم، وتحديدا اليوم بمستشفى ومجمع الشفاء الطبي. طبعا انتهت تغطيتي أكيد، وأني أشكر بدوري أستاذ حيدر عرب الموسوي اللي انضم معي، رئيس مركز القمة لدراسات الاستراتيجية. شكرا لانضمامك معنا. وأكيد أشكر بدوري أستاذ صالح القزويني اللي انضم معي عبر سكايب، باحث في الشأن الإيراني من طهران. شكرا لانضمامك معنا. وأكيد شكر موصول لدكتور جواد الهنداوي اللي انضم معي عبر الهاتف، رئيس المركز العربي الأوروبي للسياسات من بروكسل. أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، ألتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.